المغرب سيكون في الموعد لاحتضان أفضل نسخة من كأس العالم. ثورة يشهدها قطاع البنيات التحتية استعداداً لهذا الحدث من خلال تطوير الناقل الجوي الوطني وتعزيز أسطوله ب200 طائرة، طرق سيارة ومدارية تربط بين جميع ربوع المملكة، برنامج لتجديد المطارات وتوسعتها لاستقبال 60 مليون مسافر سنوياً، مشروع القطار فائق السرعة عبر خط الدار البيضاء مراكش وأجادير مراكش، إنشاء 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة وأزيد من 3000 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية لربط 43 مدينة مغربية. أما عن مدى جاهزية البلاد، تتطلع المملكة إلى تعزيز وحداتها الفندقية وزيادة قدرتها الاستيعابية وتوفير خدمات عالية الجودة للسياح والمشجعين القادمين إلى المدن المستضيفة، وكلها طبعا مشاريع من شأنها أن تعزز رصيد المملكة كإحدى أهم الوجهات الآمنة للاستثمار والسياحة.